عندي 26 سنة، حاصلة على بطولة العالم للأندية كيك بوكس أول عالم، بدأت وأنا عندي 21 سنة في لعبة الكونفو. حصلت على أول محافظة أكتر من مرة يعني، وبطولة جمهورية الحمد لله، وكنت انضميت لمنتخب مصر. كنت أول لعبة على مستوى الصعيد يعني إن أنا انضم لمنتخب مصر وكده. أنا بدأت في لعبة الكونفو، حققت فيها تالت أول مشاركة ليا، وبعد كده حققت أول جمهورية، وبعد كده دخلت منتخب مصر. كنت أول لاعب على مستوى الصعيد إن أنا أنضم لمنتخب مصر وكده، وعسكرت وكنت مؤهلة إن أنا أطلع بطولة عرب في المغرب، بس ما حصلش نصيب يعني وكده. وبلعب كيك بوكس و ام ام اي وملاكمة، بطل جمهورية ملاكمة أيضا، وكرة قدم نسائية دوري ممتاز. أهلي كان الدعم الأساسي ليا في أي ألعاب رياضية، كانوا دايما بيشجعوني وتمرني وسافري وحققي حلمك وإحنا معاكي، يعني ما كانش في أي صعوبات منهم، لا كانوا دايما في ظهري ودايما معايا يعني الحمد لله، وأهل بلدي كمان يعني. الصعوبات كانت من الناس اللي هو المحبطين عامة، أنت بنت إزاي تمارسي فنون قتالية زي كده، أو لا البنت ملهاش غير بيت جوزها ومش الكلام ده، لا البنت يعني زي الولد كمان يعني، هي بتحقق إنجازات وما مش بيحقق الراجل عامة يعني في الألعاب الفردية يعني. بس يعني أنا الوحيدة في البطولة عملت أول عالم. أنا نفسي الفترة الجاية دي إن أنا أشارك باسم المنتخب، منتخب مصر يعني للكيك بوكسينج، أو أي ألعاب تانية عامة يعني، إن أنا برضو الاحتراف إن أنا أبقى لاعبة محترفة، وإن شاء الله كيك بوكس للأولمبياد الجاية إن شاء الله 2024. بقى عايزين دعم يعني، دعم مساندة منهم إن هم يهتموا بالألعاب الفردية في المنيا هنا عامة في الصعيد، لأن فيها أبطال، فيها أبطال محتاجين دعم ومساندة عشان ما يحبطوش. بس فبقول لكل بنت مهما كان سنك، ما حط حلم قدامك وإنك توصلي له كده يعني، مفيش مستحيل يعني إذا كان سنك كبير أو صغير، لا مفيش.